نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين موحد بكافة المحافظات المنتفضة فيما يخص الطلبة الأعزاء. أولا وباسم تجمع خيام محافظة واسط، أولا عدم التعرض للطلبة المعتصمين والأساتذة المشاركين في التظاهرات أو اتخاذ أي إجراءات تعسفية بحقهم بسبب موقفهم من الثورة. ثانيا عدم الإسراع بإنهاء المناهج الدراسية وتكثيفها فيما يثقل كاهل الطلبة. ثالثا حرية الطلاب في إدامة زخم التظاهرات مكفولة من خلال تخصيص أيام يمكن للطلبة خلالها المشاركة في التظاهرات. رابعا تمديد العام الدراسي للمحافظات المنتفضة إلى الشهر الثامن. خامسا الإسراع في تنفيذ جميع المطالب التي قدمها الطلبة لرئاسة الجامعات ومديريات التربية. أكرر